بسم الله الرحمن الرحيم، أبنائي وبناتي طلبة الصف الأول الثانوي، أهلا ومرحبا بكم في برنامج بنك المعرفة. إحنا كنا خدنا في الحلقات السابقة اتكلمنا عن تاريخ مصر في العصر الفرعوني وبدايات التاريخ، اتكلمت عن مفهوم الحضارة ومفهوم التاريخ، اتكلمنا عن مصادر الحضارة، شفنا إيه هي المصادر الأولية وخدنا المصادر الثانوية. أيضا من ضمن الحاجات اللي اتكلمنا فيها عوامل قيام الحضارة، وشفنا إيه هي العوامل اللي ظهرت اللي أدت لظهور الحضارات، سواء العوامل الطبيعية أو العوامل البشرية. النهاردة إن شاء الله هناخد درس جديد، وهو ملامح من تاريخ مصر القديمة أو من تاريخ مصر الفرعونية. لما بنيجي نتكلم عن ملامح من تاريخ مصر الفرعونية ناخد بالنا من حاجة. أول حاجة بنيجي نتكلم عليها إن هو تاريخ مصر وتقسيمته اللي احنا ماشيين عليها واللي العالم كله في علوم المصريات في علم المصريات ماشي عليها، اللي عاملها المؤرخ المصري مانيتون. مانيتون ده يا جماعة مؤرخ مصري بنسميه مانيتون السمنودي. الراجل ده هو اللي عمل التقسيمة بتاعة تاريخ مصر إلى 30 أسرة فرعونية. ال 30 أسرة فرعونية بتاعتنا ديت هي اللي اتقسمت بعد كده لثلاث عصور تاريخية بنقول عليها، اللي هي عصر اول عصر عندنا اللي هو العصر القديم، ودوت مقسمينه الف وبي، جزء منه بنسميه الدوله العتيقه وجزء تاني بنسميه عصر الدوله القديمه. عندنا بعد كده عصر الدوله الوسطى، بعد كده عصر الدوله الحديثه. في فترات بينيه، الفترات البينيه ديت بنسميها عصور الانتقال. وعصور الانتقال ديت في عصور انتقال، ثلاث عصور انتقال مصريه ما بين عصر الدوله القديمه وعصر الدوله الوسطى، ده بنسميه الانتقال الاول، وما بين الدولة الوسطى والدولة الحديثة ده بنسميه عصر الانتقال الثاني. عصر الانتقال الثالث بيبدأ بعد الدولة الحديثة وهيمشي لحد ما دخول الإسكندر مصر، ولكن في النص كده طفرة تاريخية بنسميها عصر، بيطلق عليه اسم عصر النهضة المصري، الفترة اللي تولى فيها أبس ماتيك. طيب ندخل في الجزء بتاعنا اللي احنا هنتكلم فيه دلوقتي، اللي هو العصور التاريخية بتاعتنا. زي ما هو باين قصادنا، اول عصر عندي العصر العتيق، وده بنقول عليه الاسرتين الاولى والثانيه. بعد كده عصر الدوله القديمه، الاسرات من 3 ل 6، عصر الانتقال الاول من الاسرات من 7 ل 10، عصر الدوله الوسطى الاسرات 11 و12، بعد كده عندنا عصر الانتقال الثاني ودوت الاسرات من 13 ل 17. طيب عندنا بعد كده بقى عصر الدوله الحديثه، ودوت عصر المجد الحربي زي ما بنطلق عليه، ودوت من الأسرات من 18 إلى 20. بعد كده هيبدأ عندنا العصر المتأخر اللي احنا بنقول عليه الأسرات من 21 ل 30، وده عصر الانتقال الثالث. طيب بيظهر بعد كده الأسرة 26 ليها وضع خاص بنسميه عصر النهضة، لأن هي أسرة ظهرت عملت تغير في تاريخ مصر لمرحلة معينة واختفت تاني الدنيا بعدها. بتكلم بعد كده أول حاجة بتشغلني، بنقول العصر العتيق هو أقدم عصور مصر. بيبدأ من سنة كام؟ من سنة 3200 قبل الميلاد لسنة 2800 قبل الميلاد. خدوا بالكم يا أولاد، لما باجي بقول لك من 3200 قبل الميلاد، التاريخ دوت هو تاريخ الوحدة المصرية الأولى اللي قام بها الملك مينا، أو اللي احنا بنطلق عليه اسم نعمر. الملك مينا استطاع خلال الفترة ديت توحيد القطرين سنة 3200 قبل الميلاد. نعمر او مينا هو اللي اسس الاسرة الاولى، اول اسرة مصرية في ال 30 اسرة مصرية اللي عملوا تاريخ مصر بتبدأ عندنا بالملك مينا. طيب الراجل دوت اهم عمله على الاطلاق توحيد القطرين. توحيد القطرين هو اللي عمل الوحدة الاولى، الوحدة بتاعت مصر لم تكن لولا مينا. هو اول ملك لمصر الموحدة بوجهيها القبلي والبحري سنة 3200 قبل الميلاد. والراجل دوت من اهم الاعمال اللي عملها بناء مدينة منف، ومدينة بنف ديت اللي هي قلعة الجدار الأبيض أو القلعة البيضاء، وهي بتقع النهاردة فين يا جماعة؟ مدينة بنف ديت بتقع في الجيزة، في عندنا في قرية اسمها قرية مترا هنا في الجيزة، هي مدينة بنف السابقة. ميزة المدينة دي ومدخل مدينة الجيزة من الناحية ديت إن هي بتربط الوجهين القبلي والبحري. هو عايز مكان يعمل فيه عاصمته ما بين الوجه القبلي اللي هو الصعيد وما بين الوجه البحري اللي هو الدلتا، فاختار منطقة الجيزة وتحديدا مترا هنا اللي عمل فيها مدينته. طب ايه هي سياسة ملوك العصر ده؟ الملوك في العصر دوت عشان يسيطروا ويبقى عليهم سيطرة عملوا ثلاث خطوات. ايه هي؟ ما بين الدلتا والصعيد، المصاهرة الحاجة التانية، يعمل مصاهرة وتزاوج ما بين البيوت الملكية. الحاجة التانية ازدواج الألقاب، يبقى ملك الجنوب وملك الشمال. الحاجة التانية إقامة الأعياد الدينية في أرجاء البلاد.
المصريين كلهم متفقين على موضوع الدين. موضوع الدين ده هو جزء من خصائص الحضارة المصرية، الدين والتدين. هنا بيعمل ايه؟ بيهتم جدا بالاحتفالات الدينية، والاحتفالات الدينية ديت هي اللي بتعمل نوع من انواع التقارب ما بين المصريين وبعضهم البعض. طيب هنشوف حاجة تانية عندنا، اللي هي ايه هي خصائص العصر العتيق، مميزات هذا العصر. الحاجة الاولانية عندنا توحيد مصر تحت حكومة مركزية، حكومة واحدة مركزية، بناء منف اللي هي قلعة الجدار الأبيض عشان تكون عاصمة بين الصعيد والدلتا، أو الدلتا والصعيد اللي هي مترهينة. غير كده أهم شيء احتفاظ مصر باستقلال كامل وتوطيد الأمن، في أمن في استقرار، ده الأمن القومي المصري جزء مهم. طول عمرنا هنا مصر بنبص لمسألة الأمن القومي، دي مسألة حساسة جدا. من اهوت من اول مينا بقول لك توطيد الامن، او يامن البلد من الداخل، ومن خارج كده البلد خلاص في عندنا يبقى في استقرار، يبقى الحضاره بتاعتي هتقوم. طيب هنشوف حاجه تاني عندي، عصر الدوله القديمه. ما فيش عصر انتقالي، هم قريبين من بعض. الاسره الثالثه على طول بتبدا عندي طبعا من الاسره الثالثه للاسره السادسه، من سنه 2800 قبل الميلاد لحد سنه 2200 قبل الميلاد. في نهايه العصر العتيق حصل اضطراب شويه كده في شؤون مصر، فدخل عصر الدولة القديمة، وده عصر الظهار، بيبدأ من الأسرة الثالثة لحد الأسرة السادسة، أطلق عليه عصر بناية الأهرامات. الكلمة واضحة والصورة واضحة، سمي عصر بناية الأهرامات لأن بنيت فيه الأهرامات العملاقة اللي هي رمز مصر دلوقتي، من رموز مصر وأحد عجائب الدنيا الهرم الأكبر. وعشان كده بيعتبروا من العصر ده هو أزهى من أزهى فترات مرحلة المراحل التاريخية المصرية بتاعتنا. طيب ايه هي خصائص عصر الدولة القديمة؟ وجود حكومة مركزية منظمة وقوية، غنية الموارد، الامن ساد، بناء الاهرامات الضخمة، عشان كده سمي العصر عصر بناية الاهرامات. انتهى عصر الدولة القديمة امتى بقى؟ بينتهي العصر ده مع اول ما يطلق عليها ثورة اجتماعية في التاريخ بكل انحاء مصر. هتقوم ثورة، الثورة ديت نوع من انواع هنا حكام الاقاليم، بيبدا بيرتفع شان بعض الحكام، بيقل شان حكام الاقاليم طبعا، بيقل شان الملوك، بتحدث تصارع على الحكم، البلد هيحصل تفكك، الناس تبدا تصور، وديت بنطلق عليه اسم عصر الاضمحلال الاول. طيب عصر الاضمحلال الاول ده او عصر الانتقال الاول زي ما بنطلق عليه، الاسرات من 7 ل 10، الاسره 7، الاسره 8، الاسره 9، الاسره 10، 4 اسرات. ايه هي خصائص العصر ده؟ اول حاجه فقد الملوك السيطره على البلاد، الملوك بتوعنا ما عادوش عارفين يسيطروا على البلاد. غير كده زاد نفوذ حكام الاقاليم على الملوك، تخيل ان حكام الاقاليم بقوا اقوى من الملوك، مش عارفين يسيطروا عليهم. اضطراب الامن وساده الفوضى، من علامات سقوط الدوله ان ما يبقاش في امن والفوضى تنتشر. النظام شيء مهم جدا لقيام الدول. انهارت الدوله وانتشرت الفتن. الفتن انتشرت في كل حتة، والدولة الانهيار بتاعها وصلت لمرحلة ان الدولة سقطت خلاص. فضلت كده قد ايه؟ فضلت كده حد بداية الاسرة 11. طيب بيبدأ عندنا من الاسرة 11 ديت عصر دولة جديدة في تاريخ مصر، بيطلق عليها اسم الدولة الوسطى. الدولة الوسطى دي يا جماعة الاسرات 11 و12، هم اسرتين اتنين بس، من 2065 قبل الميلاد ل 1775 قبل الميلاد. الملك منتوحتب الثاني، احنا شايفين صورته قدامنا، ودوت التمثال بتاعه الشهير، وده احد ملوك الاسره 11. الراجل دوت يا جماعه عمل كل شيء بشكل قوي جدا وشكل منظم جدا. عمل اعاده توحيد البلاد. انا عايزك هنا تاخد بالك من حاجه، خد بالك انت وهي من حاجه مهمه قوي. اعاده توحيد البلاد ديت، مين اللي وحد البلاد قبل كده؟ ايه وجه الشبه ما بين منتوحتب الثاني والملك نايرمر او الملك مينا؟ ايه وجه الشبه بين الاثنين؟ الاثنين عملوا مساله توحيد البلاد، وجه الشبه. طب لو في وجه اختلاف ايه؟ وجه الاختلاف ما بين الاثنين ان مينا وحد القطرين، كانت مصر عباره عن قطرين كبار اللي هو وجه البحر والابل، ووحدهم. اما الملك منتوحتب الثاني فالراجل دوت استطاع توحيدها مره اخرى بالكامل. عايز اقول لكم ان مصر وصلت في عهده 42 اقليم، 42 اقليم. يعني كانت في عهد الملك مينا هم قطرين اتنين بس، ولكن عندنا هنا 42 اقليم. طيب الراجل ده عمل ايه؟ جعل عاصمة الدولة هي مدينة طيبة، غير منفه وقرر ان هو يخلي طيبة العاصمة. الحاجة التانية اخضع حكام الاقاليم، حكام الاقاليم هم السبب في ان البلد كانت حصل فيها نوع من انواع التحلل والانفكاك،
هو رجعها تاني، اخضعهم الناس دي. واضعف نفوس كبار الموظفين اللي بيسيطروا واللي لهم السيطره العظمى، اضعف نفوذهم وخلى النفوذ الملك هو النفوذ الاقوى في البلاد. طيب بيجي عندنا الملك ام نمحات الاول، ودوت اللي احنا شايفين صورته قصادنا، الملك ام نمحات الاول. الراجل ده مؤسس الاسره ال 12. عمل خطوه تانية ام نمحات الاول، ايه هي؟ الراجل ده غير ان هو مؤسس الاسره ال 12، الراجل ده عمل اعمال معماريه كثيره، ولكن اهم اعماله نقل العاصمه من طيبه، من مدينه طيبه الى مدينه إستاوي. إستاوي برضك بتقع عندنا في مدينه لشت. اذا كان عندنا في الاولاني عمل منف في اسف في متر هنا في الجيزه، فالتاني عمل عندنا إستاوي في العياط في الجيزه برضك، عشان تكون قريبه من تكون قريبه من الاقليمين الكبار بتوعي اللي هو الوجه البحري والوجه القبلي، واخد مدينه في النص. الحاجه الثانيه فيها ميزه إستاوي ان هي قريبه من الارض الزراعيه المميزه اللي هي بتاعه الدلتا وبتاعه الصعيد، وبالتالي في ميزه اقتصاديه كبيره. يظهر عندي اتنين ملوك تانيين، ودولت هم الاشهر من او من اشهر الملوك في عصر الدوله الوسطى. الملك سنوسرت الثالث، الملك ابن محات الثالث. الاتنين دولت مش مجرد ملكين، ده الاتنين دولت اتنين من اهم الملوك في تاريخ مصر في المرحلة دي. اول حاجة عصرهم كان من عصور الرخاء والطمأنينة، شيد الكثير من المباني في انحاء البلاد، هنذكر منها طبعا في مراحل جاية مباني كتيرة وحاجات كتيرة هم عملوها. احدهم اللي هو سنوسرت، هنجد ان الراجل ده تعمل عندنا قناة مهمة جدا اسمها قناة سنوسريس. اما الراجل التاني ام نمحات التالت دوت، هنواجه ان هو هيتجه لمجال الزراعة وهيهتم بحاجات تانية كتيرة. عشان كده عصر الدولة الوسطى سمية عصر الرخاء الاقتصادي. ليه؟ لكثرة الاهتمام بالمشروعات الاقتصادية اللي بتخص البلد. عصر الدولة الوسطى اهتم بالانسان ورغده وحياته الطيبة. اذا كان عصر الدولة القديمة اهتم عندنا بالعمران والبناء والاهرامات، فعصر الدولة الوسطى اهتم عندنا بالانسان وان هو يعيش حياة كويسة، حياة كريمة، الصناعات تزدهر، الزراعة تزدهر، الاحوال الاقتصادية كلها تزدهر. وده هناخده مع بعض ان شاء الله في الدرس القادم لما هنيجي نتكلم عنه اللي هو الحياة الاقتصادية. طيب عندي هنا عصر الانتقال التاني. احنا هنعمل مع بعض كده حاجة زي اللعبة، وانت بتذاكر دايما حاول انك انت تقسم التاريخ بيها. هنسميها اللعبة ديت استراتيجية بنسميها نهر الحياة. هنعمل نهر عندنا ونعتبر تاريخ مصر هو جزء بتاع النهر ده. الاسرة ال 12، احنا بنتكلم بقى عن عصر الانتقال التاني. الاسرات من 13 ل 17، يعني 13 14 15 16 17، خمس اسرات. عصر الخمس اسرات دولت عصر ضعف وانهيار من 1775 قبل الميلاد ل 1570 قبل الميلاد. الفتره ديت سقطت الاسره ال 12، البلاد ضعفت جدا في العصر ديت. طب الخطوه الثانيه اللي هتحصل عندي، نبص للسهم، الاحوال بتسوء، احنا بننزل لتحت. تنازع الملوك الامراء والملوك على الحكم. الامراء بيتنازعوا مع الملوك ليه؟ كل ده وكل واحد عايز يسيطر. زاد الصراع على السلطه بين حكام الاقاليم، حتى حكام الاقاليم عايزين السيطره على السلطه، عايزين يمسكوا هم امور البلاد. طب الدنيا هتسوق زياده؟ ايوه هتسوق زياده. ايه هي؟ طمع الاعداء في البلاد، عشان البلد ضعفت خلاص واحتلها الهكسوس. اسوأ لحظات مصر، اسوأ لحظات مصر، الهكسوس، قبائل البدو الرعاة يأتم الى مصر ليحتلوها. ما هو عنده حق. طب دي دولة كانت موحدة ودولة قوية، محدش يقدر يقرب ناحيتها. انما الدولة تفككت من جوه، حصلت صراعات، حصلت فتن، حصل عندي مشاكل، حكام الاقاليم مع بعض، حكام الاقاليم مع الملوك، الناس في حالة ثورة، الدنيا بايظة، الاحوال الداخلية ساءت، الفتن انتشرت. طبعا اذا سقطت الدولة من الخارج فسهل على عدو الخارج ان يدخل. ودي قيمة لازم ناخد بالنا منها، الامن القومي بيبدأ من الداخل، انك انت تحافظ على امن بلدك الداخلي. وانتهى الامر باحتلال الهكسوس لمصر. الهكسوس مين هم؟ الهكسوس عبارة عن قبائل رعوية جاءت من اسيا واحتلت مصر، واتخذت مدينة اواريس عاصمة لها. اواريس ديت اللي هي ايه؟ مدينة صل حجر في الشرقية دلوقتي. وقاد الكفاح ضدها امراء الكفاح بقيادة احمس. اخر واحد اللي انتصر عليهم، هو مش اول واحد، ده هو اخر واحد في امراء الكفاح. خد بالك من حاجة، زي ما احنا ما شايفين في الصورة قصادنا، في عجلة حربية بيجرها الخيل، وده اسلوب قتالي جديد
ما كانش موجود قبل كده، ما كانش معروف. المصريين القدماء ما كانوش بيستخدموا الاسلوب دوت في القتال، لا اما كان مشاه، لا اما بيستخدم ان هو مراكب في الميه اقصى حاجه، انما ما كانش ابدا بيركب خيول او بيركب عربيات. اول ما نستخدم الخيول واستخدم العربه اللي احنا بنسميها اللي بتجرها الخيول ديت العجله الحربيه، هم كان الهكسوس. وطبعا من السهل جدا ان هو ينتصر، من السهل جدا انه ينتصر. ليه؟ لان الراجل ده بيستخدم سلاح غير معهود، سلاح يعتبر نقله في تاريخه. طب عشان اهزمه اعمل ايه؟ استخدم سلاح مماثل، ابدا استخدم نفس السلاح اللي هو بيستخدمه. وديت الخطوه اللي هيعملها احمس اللي هتسمح له بالانتصار، وهتبدا باحمس عصر الدوله الحديثه. طيب ندخل هنا عصر الدوله الحديثه. ايه هو عصر الدوله الحديثه؟ عصر الدوله الحديثه عندنا بيبدا من الاسرات 18 الى 20، من الاسره 18 الى الاسره 20، من 1570 قبل الميلاد لحد 1078 ل 1098 اسف قبل الميلاد برضك. الناس بتطلق على العصر ده عصر المجد الحربي. ليه عصر المجد الحربي؟ احمس طرد الهكسوس. لا يا جماعه، هو ما طردهمش، ده طردهم وطاردهم بعد كده، فضل بقى ايه يطارد فيهم، يعني طردهم من مصر وطاردهم الى بلادهم عشان ما يرجعش تاني. وما دام انت خرجت بره حدود البلد، انت هنا بدات تعمل شغل جديد، بدات تتحول الى كيان اخر. احنا طول عمرنا بلد مستكينه، فكنا بنهتم بنفسنا، مهتمين بالسلام، مهتمين بالتواصل، وده تاريخ مصر، ولكن برضك علينا حمايه انفسنا. علينا حمايه انفسنا. حمايه انفسنا ازاي؟ ده اللي بيطلق عليه اسم التوسع من اجل الحمايه او من اجل تامين الحدود بعصر المجد الحربي. طيب هيجي بعد كده عندنا اول ملوكنا احمس. الراجل ده خلاص انتصر على الهكسوس، عمل ايه بعد كده؟ قضى على الاضطرابات اللي في الجنوب وعمل اصلاحات داخليه. ما ينفعش ان انا اقعد في البلد والبلد فيها اضطرابات وفيها مشاكل، لا لازم اعمل اصلاحاتي. حتشبسوت وديت عملت برحلات تجاريه لاسيا وافريقيا وبلاد بونت. عندنا بعد كده تحتمس الثالث، والراجل ده من الشخصيات العظيمه جدا عندنا، وفي ماده في الميه صغيره احنا محضرينها عن تحتمس الثالث. تحتمس الثالث مش مجرد ملك زي ما هنشوف بالظبط، احنا زي ما نيجي نتكلم عليه دلوقتي هنشوف الماده الفيلميه اللي بتتكلم عليه. ماده فيلميه صغيره قوي، وهنرجع نكمل مع تحتمس الثالث. تحتمس الثالث من ابناء مصر الاوفياء، قاد جيشا مصريا قويا ووقف به ضد تجمع الامراء الاسيويين لشمال فلسطين، وخاض معركة مجد الشهيرة، وحصر قوات العدو داخل قلعة مجد على الرغم من مناعتها وقوة تحصينها، واستطاع اقتحامها والقضاء على العدو وإجباره على الخضوع لمصر. وتطورت حملاته حتى استطاع أن يكون أول إمبراطورية مصرية من شمال الفرات حتى جنوب السودان. تحتمس الثالث واحد بنسميه واحد من أهم الملوك في تاريخ مصر. الراجل ده انتصر في موقعة مجد 1479 قبل الميلاد ضد حلفاء آسيا بقيادة أمير قادش. تحتمس الثالث ليس مجرد ملك كان بيحارب أو بيتوسع، لا، الراجل ده هو عمل أول إمبراطورية مصرية في التاريخ، أول واحد يعمل إمبراطورية. طيب فعلا الراجل ده كويس، هل عندنا شخصيات تانية احنا بنتكلم عنها؟ أيوة طبعا عندنا شخصيات تانية في غاية الأهمية. هتيجي الملكه حتشبسوت ودي هتكلم عنها لوحدها، بس انا عندي هنا رمسيس الثاني في ماده في الميه برضك مصوره صغيره كده عن رمسيس الثاني هنشوفها كمان شويه. الراجل دوت نفس اسلوب تحتمس الثالث في الحرب والقتال، استطاع برضك محاربه الحيثيين وانتصر في موقعه قادش عليهم. الماده في الميه عندنا هتجيب لنا جزء من حياه رمسيس الثاني في مواجهه أمير قادش، وإزاي إن هو عمل أول معاهدة سلام مكتوبة في التاريخ. هو الراجل دوت عمل عندنا حارب الحيثيين طبعا زي ما بقول لكم في معركة قادش 1274 قبل الميلاد، والحاجة الثانية المعركة دي انتهت بأول معاهدة سلام مكتوبة في التاريخ. خلوا بالكم
انا بقول اول معاهده سلام مكتوبه في التاريخ، معنى كده ان مصر عندها استعداد للسلام ما دامت وجدت اللي قصادها، العدو اللي قصادها بيمد ايده للسلام، هي كمان بتمد ايدها للسلام. ودي مصر على طول مصر التواصل، والتاريخ مصري تاريخ تواصل مش تاريخ تنازع وتصارع. طيب اذا كان رمسيس الثاني عمل الامبراطوريه المصريه الثانيه وكان واحد من اهم الملوك في تاريخ مصر، بتيجي عندنا عصر اخر مختلف قوي بنسميه عصر امنحتب الرابع، اخناتون. اخناتون ايه اخناتون ده؟ الراجل دوت عمل عندنا ثوره دينيه مختلفه. بس قبل ما اتكلم عن الثوره الدينيه اللي هو عملها، انا عايز اشوف كده رمسيس الثاني ايه اللي عمله، ايه اهم اعماله. هشوف الماده الفيلميه بتاعتي اللي احنا مجهزينها معاكم في البرنامج. اتفضل يا ولد. اتكلمنا عن رمسيس الثاني، شفنا اخناتون، اتكلمت معاكم برضك عنه وعن ثورته الدينيه وعباده الاله الواحد اللي من وجهه نظره اللي هو اتون، كان بيطلق عليه اسم اتون. طيب بعد عصر اخناتون البلد حصل فيها نوع من انواع الفوضى، في ناس كتير بتعبد الاله امون وناس بتعبد الاله اتون، كهنه امون بيعملوا مشاكل، حصلت فوضى في البلاد. كان وقت ظهور ملك مهم جدا في تاريخ مصر هو القائد حور محب. الراجل ده قضى على الفوضى في البلاد بإيد من حديد اللي حصل بعد اخناتون. عشان يقضي على الفوضى كان لازم يصدر قوانين وتشريعات، تشريعاته عشان يحقق الاستقرار الداخلي وعدل البلاد امنها واستقرارها. واحد من اهم الملوك في تاريخ مصر. هنشوف عندنا مجموعه صور هنا لمجموعه الملوك اللي تحدثنا عنهم، الملك احمس، ملك حتشبسوت، تحتمس الثالث، رمسيس الثاني، الملك اخناتون، واخيرا حور محب. هي دي صور الملوك بتوعنا اللي عرفنا شكلهم من صورهم ومن تماثيلهم اللي موجودة عندنا، التماثيل اللي بتنقل إلينا اللي وصلت إلينا بتقول لنا الناس دي كانت إيه، الناس دي اتعملت إيه. طيب هشوف حاجة تاني عندي برضك، إذا كنت بتكلم عن البلد قد إيه كانت قوية وقد إيه كانت وصلت لمرحلة من القوة والجبروت والتوسع، تحصل عندنا مرحلة جديدة في الانهيار بنسميها العصر المتأخر الثالث، اللي بيبدأ عندي من 1098 قبل الميلاد لحد سنة 331 قبل الميلاد. البلد عاشت في حالة من الفوضى والتفكك. هينتج عن كده الخطوة الثانية، مصر هتخسر كل ممتلكاتها في الخارج، ما عادش ليك حاجة بره. طب الامبراطورية اللي كان عاملها تحتمس والامبراطورية اللي كان عاملها رمسيس واللي حافظ عليه حور محب، كل ده ضاع بسبب التفكك والضعف والفوضى الداخلية. طيب ايه تاني؟ مشكلة كمان، السيطر الاحتلال الاجنبي على البلاد، والاحتلال الاجنبي ده على فكرة مش احتلال واحد، ده هيدخل عندنا بقى هنا الاشوريين شوية والفرس شوية، وكل شوية يدخل حد ايه، كل دولة مجاورة تلاقي البلد في حالة انهيار تدخل تحتلها، لحد ما هيجي عصر النهضة المصرية في الاسرة 26 متمثل في الملك ابسماتيك وابن نخاو اللي هيعملوا عملية التحرير مرة تانية، ويحاول ان هو الراجل دوت يعمل نوع من انواع التوازن في مصر ويعمل عصر قوة، ويعتبر عصر من العصور اللي بنقول عليها الازدهار، ولكن لمدة أسرة واحدة فقط اللي هي أسرة 26. طيب معايا هنا بقى هناخد ايه هي خصائص الحضارة المصرية، مهمة قوي خصائص الحضارة المصرية، ايه مميزاتها، الحضارة بتاعتنا بتتميز عن غيرها بايه. الأصالة، الحضارة المصرية بعقول وجهود المصريين، التواصل الحضاري، ما كانتش منعزلة مع الحضارات اللي جنبيها، نشرت حضارتها وتأثرت بيها وبالحضارات في الشرق والغرب. غير كده عندنا التدين، الحضارة المصرية حضارة متدينة، مجتمع مهتم بالدين بشكل كبير جدا. برضك عندنا من ضمن الحاجات التقدم، تقدمت مصر في كثير من المجالات وتركت للبشرية كثير من العلوم والعالم يشهد الآن. عندنا برضك الاستمرارية، تاريخ مصر مستمر نهري جاري ما بيتوقفش دون انقطاع. واخيرا من عوامل من خصائص الحضارة المصرية القدم، مصر قامت فيها حضارة قديمة بقى لها 7000 سنة ومستمرة. طيب عايزين نختبر نفسنا كده بسرعة، ايه وجه الشبه بين اعمال من تحطب الثاني، يوجد وجه الشبه بين اعمال من تحطب الثاني ومين، والملك مينا، ودي قلناها قبل كده. طيب بقول عنده اختار الملك امنمحات موقع عاصمته الجديدة مدينة إستاو، واختارها بناء على ايه، اساس اجتماعي ولا ثقافي ولا فني ولا اقتصادي؟ اقتصادي. طيب ظهرت فكرة الامن القومي المصري بمفهوم الحماية الداخلية وتكون امبراطورية في عهد الدولة القعطيق ولا القديمة ولا الوسطى ولا الحديثة؟ ظهر في عهد الدولة الحديثة. ابنائي وبناتي
طلاب صف الأول الثانوي. اتحدثنا النهاردة عن الدولة العصور المصرية، اتكلمنا عن 30 أسرة المصرية، اتكلمنا عن التسلسل الزمني التاريخي بتاع الحضارة المصرية، شفنا أصلته واستمراريته، وشفنا ازاي ان الحضارة المصرية حضارة في حالة من الحالات الاستمرارية الدائمة. اتكلمنا شفنا عصر العتيق واهم ملوكه، عصر الدولة القديمة واهم ملوكها واهتمامها بالعمران، اتكلمنا عن عصر الانتقال الاول، اتكلمنا عن عصر الدولة الوسطى اللي بنقول عليه الرخاء الاقتصادي، اتكلمنا عن عصر الاضمحلال الثاني، اتكلمنا اخيرا عن عصر الدولة الحديثة وده بنطلق عليه اسم عصر المجد الحربي، واخيرا اتكلمنا عن عصر الاضمحلال الثالث او العصر المتأخر اللي انتهى بالانهيار. لازم ناخد بالنا من حاجة ان تاريخ مصر تاريخ ما نقدرش نقول عليه ان هو تاريخ متقطع، لا، وهو تاريخ مدينة دون اخرى. تاريخ مصر تاريخ كامل متكامل، ودوت من اهم الاشياء اللي لازم ننظر ليها في تاريخ مصر. الحصة الجاية ان شاء الله هناخد احوال مصر الاقتصادية، وهنبدأ نتكلم عن احوالنا الاقتصادية في تلك الفترة التاريخية. ابنائي وبناتي طلاب الصف الاول الثانوي، شكرا على حسن المتابعة وتحياتي لكم، واتمنى ان اشوفكم قريبا باذن الله. شكرا.